معنا اتصال ناصر من أبها، تفضل. ألو. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك. هل يجوز يا شيخنا الحبيب، هل يجوز للمرأة زيارة قبور الموتى؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا يا ناصر، تفضل يا شيخ. لا يجوز للنساء أن تزور القبور، لأن هذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالمرأة لا تزور القبور، وإنما تدعو للأموات وهي مارة مع الطريق، أو تدعو لهم في بيتها أو في أي مكان. وأما زيارتها للقبر أو للقبور فهذه حرام، وهي كبيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلت ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.